دلوقتي في ناس بتبني بيتها بالقسط، تمام؟ في ناس بتروح المقاول تقول له انا هبني بالقسط بس انت هتسلمني مونة واجرة. كلمني عن الموضوع ده. بالنسبة لشغل المونة والأجرة دون بيخش مقاول يعتبر زي التاجر كده، هو بياخد البيت من بدايته وبياخد مبلغ من المال والباقي بيقسطه له. هي النصيحة اللي بنصح أي واحد فيها إن هو يطلع مونة وأجرة يجيب مهندس يستلم عشان ما يخشش في كوارث. لأن نبي تاني عشان الناس تسمع تاني، هيجيب مهندس يستلم منه على المواصفات، يعني المهندس ثم المهندس ثم المهندس والمقاول المحترم. الله يصلح عليك، تمام كده. اهم حاجه المهندس، لان لما يكون في مهندس هيستلم مش هيعرف يخف من حديد، مش هيعرف يضعف الاسمنت، البيت هيبقى واخد حقه سواء في عمدان سواء في سقف. دلوقتي لو الراجل الغلبان ده مش قادر يجيب مهندس استشاري، تنصحه يعمل ايه مع المقاول؟ بيجيب اي حد يكون يعرفه برضه له في المعمار، هو متفق بياخد مثلا معاه 6 في المتر او 7 في المتر على حسب ما هو متفق، وما يقلش عن كده. 6 في المتر فرش وغطا او 6 و7 يعني 7 طبيعي، يا 6 او 7 مش اكتر من كده. بتاعت السقف بتاخد طبقتين، يا 6 يا 7 احنا بنسمع المشاهد، يا 6 يا 7 7 في المتر مش اقل من كده عشان البلاطه ما تبقاش ضعيفه ويحصل ترخيم او تريح في البيت في البلاطه نفسها. انت تنصحه ان هو يجيب حد يتابع معاه الشغل؟ بالظبط، ده لازم بالذات في المونه والاجره، لان المونه والاجره يعني قليل جدا، يعني لقيت 1% اللي هيبقى عنده ضمير ويحط الحاجه الصح. الناس بتاعتنا كلها عندها ضمير بس احنا بنفكرها. والله هو نسبة الضمير دي بترجع للنية بقى، والنية ديت اللي خالقها. طب أنا دلوقتي ربنا كرمني بمقاول محترم ومهندس استشاري سلمني بما يرضي الله، تمام؟ أنا دلوقتي عايزة أوصل مية وكهرباء، بعد ما خلصت أكون خلصت المبنى بتاعي، أعمل إيه؟ بنرجع للجهاز يا فندم، بنطلبه إن هو بيجي يستلم مننا المبنى على المواصفات بتاعة اللوحة اللي هو اداها لنا في البداية وإحنا اشتغلنا عليها. لو في أي اختلاف المهندس بيجي من الجهاز بيجي يستلم. الارتفاعات زي ما احنا قلنا من وش المطبخ دوت بيبقى 4 متر 20، بس كله وانا شغال على لوح. ها، ومناسيب، لان ارتفاع المبنى محدد، لو تجاوز معاه متر واحد بيلغي له دور فوق، بيبقى دي قرارات صارمه ما فيهاش هزار، يلغي له على طول دور من المبنى. لو هو 4 ادوار بيبقوا 3 لانه خالف الرخصه دوت. بالنسبه للجهاز هو اللي بيرجع يستلم تاني بناء على اللي بيسلمني اللوحه وبيرجع يستلمها مني عشان يدخل لي المرافق. الجهاز سلمته تمام، هيسلمك الرخصه بتاعتك ويركب لك المايه والكهرباء. بالفعل بيمضي ان المبنى مطابق للمواصفات لوحه الجهاز، بالفعل بينفذ عدادات المايه والكهرباء، بتخش المرافق كامله للبيت.